السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتفكر تشتري ايفون 13؟ بتفكر تشتريه؟ كمل الفيديو دي للآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. كده التليفون دوت ينفع مثلا حد راجل دكتور، راجل مهندس، راجل مدير شركة، بالنسبة له تليفون زي ده هيبقى جميل، جميل قوي. انما الناس زي حالتنا كده، ناس على الله، التليفون ده ما ينفع لهمش. اول حاجة بعد تجربتي ليه شهر بيخلص شحن بسرعة. التليفون بيقعد يشحن كتير جدا على الشاحن، يعني بيقعد يشحن ممكن ساعتين. احنا في 2022 الموضوع ده اختفى. دلوقتي في تليفونات بتشحن في 30 دقيقة من 0 لـ100. اول حاجة احنا في الاندرويد واردين ان كل التطبيقات ببلاش، اي تطبيق ببلاش. لو في تطبيقات كمان مش على المتجر بنخش على جوجل كروم نحملها ببلاش، ونحمل لعب متوترة، ونحمل اي حاجة ببلاش. احنا واخدين على النظام ده. في الايفون مفيش الكلام ده يا نجم، هتدفع. يا اما تاخد تطبيقات محدده تنزلها، يا اما عايز تطبيقات معينه هتدفع فلوس. المشكله اللي واجهتني لما جيت افتح التليفون ما لقيتش القطعه دي فين، فرحت اشتريها من محل انا شاريها ب 90 ريال، يعني بما يعادل مصري 450 جنيه، الحته الصغيره دي بس. كل ما اتكلم حد يقول لك انت شاري تليفون غالي، انت معاك ايفون 13 مستخسر تدفع 90 ريال. بعد كده عايز اجيب سماعه للتليفون، التليفون جاي من غير سماعه مش عارف ليه بدون اي مبرر. رحت اشتري السماعه لقيتها ب 100 ريال و10. 100 ريال و10 دول اللي هم 550 جنيه مصري، فليه ادفع 550 جنيه مصري في سماعه؟ انا عايز سماعه من اللي هي بسلك، اللي هي العاديه دي. قال لي ايوه، ما هي ام 110 ريال ديت اللي هي العاديه ام سلك. يا ابني ازاي؟ انا مش عايز بلوتوث، انا عايز سماعه عاديه، عايز ارخص سماعه عندك. يقول لي يا استاذ انت شاري تليفون ايفون 13 برو ماكس ومش عايز تشتري سماعه؟ لا اله الا الله، انا مش عايز سماعه محترمه ولا حاجه عشان اسمع اغاني، انا ما بسمعش اغاني، انا كل اللي انا عايزه سماعه عشان اما اتكلم في التليفون لفتره طويله ممكن توصل لنص ساعه وداني ما توجعنيش، فعايز اي سماعه اي حاجه. يعني السماعات عندنا في مصر وانت نازل محطه المترو السماعه بتبقى ب 5 جنيه، فليه ادفع عني 550 جنيه في سماعه؟ هي السماعه مستوردينها من كوكب زحل؟ فبصراحه يا جماعه تجربه وحشه، ان انت ما بتلاقيش الشحن في العلبه، انت ما بتلاقيش السماعه في قلب العلبه. فوق كل ده التليفون اصلا ما ينفعش الفئه اللي زي حالتنا، الفئه البسيطه. احنا التليفون بالنسبه لنا هو كل حاجه، يعني انا مثلا بعمل مكالمات طول النهار بالتليفون، اما بعوز اتفرج على خطب او اتفرج على فيديوهات بتفرج على اليوتيوب شغله اكنه تلفزيون، وانا نايم بشغل صوره البقره جنب مني وبشغله كتسجيل، بصور عليه الفيديوهات بتاعتي، بعمل عليه المونتاج بتاعي. يعني التليفون معانا بنعمل عليه كل حاجه، فالتليفون بالبطاريه ديت مش هيساعدك صدقني. انا بقول لك بعد تجربتي للايفون، لو حابب تشتري هات تليفون صيني، هات اوبو، هات شاومي، عاوز تجيب حاجه كويسه هات سامسونج، انما سيبك من الايفون. معظم اللي بيجيب ايفون بيجيب الايفون علشان خاطر نظام الحمايه بتاعه، ان محدش يعرف يخترقه ومحدش يعرف يخش على حساب البنك بتاعه. انا حساب البنك بتاعي فيه 18 ريال، يعني يخترقوه ياخدوا 18 ريال، مش تليفون يقرفني. يا جماعه نصيحه لوجه الله، سيبكم من الايفون، الايفون منظر على الفاضي، شيك جدا، اي حد يشوفك وانت شايله ما شاء الله جايب ايفون 13، ايوه جايب ايفون 13، بس والله مقرف في استخدامه، ما ينفعنيش. اقل شيء اكسسواراته تلاقيها غاليه، يعني لزقه الشاشه في التليفون الصيني ب 10 ريال، في الايفون ب 20 ريال، الجراب مثلا ب 15 للتليفون العادي او ب 20 للايفون ب 35 ريال، فحتى اكسسواراته غاليه. فاحنا يا جماعه عايزين تليفون كويس ويعيش معانا ونستخدمه، ما عادش زي زمان ان نظام المنظره ونظام اللي شايل الايفون ده وكلام من ده. النهارده يا جماعه بتنزل كل يوم تليفونات، في تليفونات من اوبو وصلت 5000 ريال، يعني 25000 جنيه، يعني سعرها عدى سعر الايفون. فالنهارده في شركات كتير، فالنصيحه لوجه الله لما تيجي تشتري تليفون اشتري التليفون اللي يناسبك، سيبك من المنظره، سيبك ان انت يبقى معاك ايفون، صدقني مقرف في استخدامه. ولو انت بسيط زي حالاتي وعايز تليفون يساعدك هات اي نوع تليفون الا الايفون. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي في رعايه وحفظ الله.